استاذه مروه من القاهره تتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن تعلي صوتك يا استاذه مروه؟ حاضر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام كده، تفضلي يا استاذه مروه. لو سمحت، انا كنت متجوزه من سنتين وكده، وحصل مشاكل بيني وبين جوزي. طيب، وبعد كده دوت ايه يعني؟ انا قلت انا هو اللي انا هتكسر كده وهاخد حاجاتي وهتطلق. نعم. وبعد كده دوت ايه يعني؟ رحت عشان اخد حاجاتي كده، ما احنا اتفقنا ليه بقى دي حاجاتي نصها مكسره ونصها بايظه مسروقه. طيب، فالمهم دوت ايه، وبعد كده اكتشفت بعديها، انا قلت انا مش هستلم حاجاتي ودي، وانا راح يعني ارفع قضيه كده واخد حاجاتي من الحكومه. فالمهم دوت ايه، بعديها اكتشفت ان انا حامل. فالمهم دوت ايه، راحت هي اهلي بقى رحمه الله، خلاص ماشي بقى، ما تنفعش تطلقي، ارجعي وخلاص عشان تربي العيل او العيله. فالمهم دوت بقى ايه، جيت انا عشان ارجع، قلت له انا هرجع بس ترجع لي حاجاتي زي ما كانت تاني. فهو دوت ايه، هو رافض اللي هو يرجع لي حاجاتي كلها، وقال لي ارجعي كده. فانا مش عارفه بقى، فانا قلت له حاجاتك دي اللي انت جبتيها؟ اللي انا جبتها واللي مكتوبه في القايمه بتاعتك؟ ايوه. واللي معاكي فواتيرها؟ ايوه. طيب، هجاوب على حضرتك يا استاذه مروه. لا، مش من حقك ان انت ما ترجع لهاش حاجتها. الحاجات دي لو ان اتكسرت بفعل فاعل واتكسرت في شقتك، فدي حاجات دي كان ايدك عليها ايد امانه، لان دي حاجه زوجتك، بدل معاها فواتيرها وهي اللي شارياها، لان منزل الزوجيه انت المفروض عليك تاسسه. وبما ان الاشياء دي ملكها، وما ان الاشياء دي فواتيرها معاها، فده حقها. فاذا كانت هي بتطالب بده فده حقها. ايوه حقها، ما دام معاها ما يثبت ملكيتها لده. طب هي حطيتها في بيت زوجها؟ حطيتها في بيت زوجها، بس زوجها المفروض هو اللي بياسس هذا البيت. يبقى خلاص الحاجه دي بتاعتها وملكها. فاذا كان انت اللي افسدتها، يبقى عليك ان انت تضمنها، لان هي في البيت على سبيل الامانه.